معقوله يعني اللي عملوا اياد والنصيري؟ ماما لو عرفت هيكون ليها رد فعل مش لذيذ خالص. بقول لك ايه، تعالى ندخل نتكلم جوه. يلا بينا. يبقى قهوتك معاك. ناخد القهوه معانا. البنت دي قلقاني، حاسه انها بتراقبني. ايه ده، معقوله؟ صدقني بتتلكك عشان تسمع انا بقول ايه. طب لو انتي حاسه كده يبقى هقول لماما تمشيه. يا سيدي، مش انت قلت لي اعمل حاجه كويسه للناس؟ بص يا نور، دي لسه خارجه من حكايه كبيره ومش سهله خالص. انا شايف ان الفتره اللي جايه دي انتي محتاجه انك تهدي شويه بصراحه. يعني ماما ليها حق انها تبقى قلقانه عليكي، واللي انا قلته كان قصدي بيه ان انتي تنقلي تجربتك الشخصيه للناس عشان يستفيدوا منها. ما ده جزء من تجربتي الشخصيه. اياد والمصيري كل واحد فيهم استغلني بطريقته الخاصه. انت ناسي ان المصيري عايزني اروح له البيت الجديد في سقاره؟ طب تفتكر ليه بعد كل اللي عرفناه عنه؟ اكيد حاجه ليها علاقه بالسحروبيه. ده اعتقد يعني بيفسر هو ليه اختار يوم محدد عشان تروح فيه مع البيت. ربنا يستر. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.